ما شاء الله تبارك الله، هذه اللي هي زهرة أو وردة الأوركيد. بدأت ما شاء الله تبارك الله تزهر عندنا من جديد. شوف أزهارها الجديدة، واضح إنها كانت فيها أزهار بعدين قطعت من الأزهار. طيب، الأغلب بيمتلك هذه النبتة الجميلة اللي هي زهرة أو وردة الأوركيد، وبعد فترة كذلك بتقطع من عنده من الأزهار ومن الورود. الحل موجود عندنا، تجيب نبتتك وتجيب لي معاك 25 ريال يا حبيبي، ونخليها بإذن الله ترجع تنتج من جديد زهار وورد. ويجب عليك إنك أنت تتبع التعليمات مننا بالملي. في حال إنك أنت اتبعت التعليمات وهذه النبتة عندك ما أنتجت أزهار أو ما أزهرت، لك علينا إنه إحنا نرجع لك المبلغ تبعك بالكامل. وفي الأول والآخر الموضوع يعود إلى الأمانة والمصداقية بيننا وبين الله سبحانه وتعالى.